دوق مجال هذا بربرة أي وح حرقة كتشر أي اسمها مسجد لجهر جلنا يو مجال هذا بربرة سيدا عمر كلاكو صورنا يو محمد عبد الله صوفريست قدوميها قلها دجان كي تجمع ذا بربرة ين العربيات أول شيء دلك يسوع تجا إمارات كعربتها أيام أنت سوى ذا شيء أول دجا دجا مسجد لجا سمين دونه حافظ الضرورة أي مجال هذا بربرة مسجد كاسيو لعقتها أما مالية دلوقت سايو وبحنا يو مسؤول كان عربيد أي واحد وارين الكاسي كجور بيجي اسمها مسجد كان يولي بس إذا ونقطة دهنو مسؤول كعربيد يسقول مال قلنا يا مسجد كان الله قم جعابه أبو علي والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كم أنا سعيد اليوم بعد أسبوع من الزمن وأنا أبحث لهذا الموضوع. ومن فضل الله وفضل الناس الخيرين تحصلنا على الموقع لهذا المسجد، مسجد عايض النهدي من دولة الإمارات العربية المتحدة، والفضل يعود لله ثم لأخي سليمان والأخ مصطفى علي عمر لهم أسبوعهم يجلون معايا، والفضل ثم يعود لأخي وعزيزي اللي هو عبد الشكور المسؤول الأول والأخير في حجر الأساس أو لغيرها للمساجد، هذا مسؤول البلدية، هذا المحافظ محافظ البلد، والأخ مدير الأوقاف، والأخ اللي هو مسؤول في البلدية، واختصرنا الوضع اليوم نحط حجر الأساس حتى نرسلها إلى من؟ إلى من نوبني أن أقوم بهذا العمل، وهو أخي أكرم ابن عايض النهدي من دولة الإمارات العربية المتحدة. الشركة المنفذة شركة gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan Ciidin ayaa isaguna uga mahad celiyay masuulkan carbeed iyo waliba dhismaha uu dhisayo masjidkan isaguna ugu baaqay dadka xaafadaasi degan inay ilaashadaan masjidkaasi isla markaana ay daryeelaan جريبة عود إله سبحانه وتعالى وحنا نقدر يعني مساجد كه ورنتي مساد شد شاملة سيا مغلة سيا إمامك حلو بس أنا قول قول كي إمامك كنا نسمع أنا قول إمامك ها مدير مطبخي قيبت الدمر كه هي قيبت الرقة مساجد كه أول واحد يرضى الله حلا نبي وذاك تشيل سوريا ده مساجد ده دمر لكن سوريا وقارض هواك كه ولكن يجب ان يكون هناك من 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 sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera ayaa waxa uu deeq raashin ka gudoomay jaaliyada reer Soomaaliland ee dalka Australia oo iyagu isbitaalka dhimirka magaalada Berbera ugu soo deeqay raashin ay ugu talagaleen in dadka isbitaalka ku jira ay jirran lagu qoodiyo waxaan halka gudoomiyuhu shahaado sharafeed ku gudoonsiyay masuulka socday jaaliyada Soomaaliland ee dalka Australia isagoo uga mahadnaqay wax qabadii hore ay ka geysteen isbitaalka dhimirka ee magaalada Berbera محمد عبد الله صوفريستي سومالي شانل مقالة بربرا.